انا وهكذا. هسالك سؤال، بس هسال اول كابتن ابراهيم نور الدين، مين افضل مساعد اشتغلت معاه؟ وما تقوليش احمد حسام عشان هو معانا في الاستوديو. غير احمد حسام، يعني انت احسن حكم مساعد فعلا، مساعد ساعدك في الملعب في لحظات او في حالات صعبه جدا. هو كل الحكام يا كابتن بصراحه الشديده، الحكام المصريين على مستوى عالي. كل الحكام حلوين، ومعنا عارفين ان كل الحكام حلوين. قول لي مين يا كابتن ابراهيم؟ انت سالتني سؤال ينفع حضرتك وانت مدير فني اسالك اقول لك مين احسن لعيب عندك في الملعب؟ ممكن ما بتقولش. لا بقول احسن لعيب سين او عادي طبعا جدا. احنا عندنا شفافيه جامده واحنا كلنا اصحابنا، بس انا حاسس ان في علاقه الحقيقه، في علاقه اللقطه اللي فاتت بينك وبين الكابتن سمير عثمان وياسر عبد الرؤوف. يعني تحس كده فعلا ان في نوع من الموده والمحبه. لا يعني اخواتنا الكبار واحنا اتعلمنا منهم كتير، وهم عملوا قطعوا مشوار كبير، واحنا ان شاء الله نكمل، وغيرنا هيجي ياخد مكاننا ويكمل. احنا مقتنعين جدا بالكلام ده. بالنسبه لافضل واحد انا بتعامل معاه غير احمد، عندي كابتن ايمن دجيش وكابتن تحسين وكابتن محمود ابو الرجال وكابتن سمير جمال ومساعدين كتير جدا كويسين. بس هو ايمن دجيش بيتميز بالخبره ويتميز بال يعني لعب عدد ماتشات كبيره جدا جدا جدا. وهو يعني انا بقولها دايما لاحمد، بقول له ايمن دجيش بيبقى واقف على الخط، كابتن ايمن دجيش حكم مساعد بنفسه قيمه حكم. هو بيحل لك حاجات كتير بيدي بالزبط. واحمد بقى واخد الطريق بتاعه، هو هيبقى خليفته كابتن ايمن برضه، يمكن هو عميد ده حكام مساعدين افريقيا اكبر حكم. اهلي وزمالك هو كان معاك كابتن دجيش اهو. كان معايا كابتن ايمن دجيش. بصراحة, من المباريات اللي اتحكمت بشكل محترم جدا. الحمد لله. انتهت كام ابو خليل دي؟ دي انتهت 1-0 للنادي الاهلي. النادي الاهلي